وأرحب هنا مشاهدينا بضيفنا هنا في اسطنبول الأستاذ ياسر الفرحان الباحث في القانون الدولي. أستاذ ياسر أهلا بك معنا هنا في اسطنبول في استوديو الغد. أستاذ ياسر, يعني تابعت هذه الحملة الانتخابية للمعارضة والتي جعلت شعارها في الدورة الثانية هو لاجئين, ورقة اللاجئين, وكان هناك كانت هناك خطابات صراحة تحريضية ضد اللاجئين. حتى في بلدية بولو كانت هناك لوحة كبيرة مكتوب عليها باللغة العربية والإنجليزية والتركية غادروا للسوريين, هكذا كانت تقول هذه اللوحات. فبالتالي ما الذي يقوله القانون الدولي في هذه النقطة تحديدا, إرغام اللاجئين على المغادرة بشكل غير توعي دون مراعاة لظروفهم الإنسانية أو حتى التحريض ضدهم؟ مساء الخير, تحياتي لك وللسادة المشاهدين. ما من شك بأن القانون الدولي واضح بشكل كامل وحقيقي تجاه قضية اللاجئين, يمنع بشكل مطلق العودة القسرية ويشترط لتكون العودة طوعية وآمنة, تهيئة الظروف ليعود اللاجئون إلى مناطق سكنهم الأصلية, وهذا يستدعي دعم الانتقال السياسي. اتفاقية اللاجئين وإن كانت تركيا موقعة عليها لكنها في أحد بنودها تتحفظ على شمولية هذه الاتفاقية للقادمين من مناطق جنوبها, وتشمل فقط اللاجئين الذين أتوا في تلك الحقبة الزمنية من شمال تركيا. لكن وأيضا تركيا ملتزمة بمواثيق أخرى تمنع الإعادة القسرية, ومن ذلك الميثاق العالمي المعلن في نيويورك ب 2018 وإعلان حقوق اللاجئين المعلن في 2016, وكلاهما يقران بأن العودة منع العودة القسرية هو مبدأ راسخ في القانون الدولي وكل أطراف تلتزم به. وأعلنت تركيا مرارا وتكرارا بأنها لن تعيد اللاجئين إلى مناطق يتعرضون فيها لتهديد على حياتهم أو حرياتهم أو كراماتهم. كانت هذه التصريحات واضحة من قبل مسؤولي الحكومة التركية, لكن لأسباب انتخابية وللعب بورقة اللاجئين واستخدامها كورقة انتخابية شهدنا تصعيدا في هذا الإطار, وبدأت أحزاب المعارضة بدأت تظهر أصوات عنصرية ضمن المعارضة تدعو لإعادة اللاجئين ودون أن تحدد آليات ومعايير هذه العودة, وحددت أسقفا زمنيا. شهدنا بأن كليجدار أوغلو أعلن عن سنتين كحد أقصى لعودة السوريين, ثم بعد ذلك وبعد أن تحالف مع أميت أوزداغ أعلم بأنهم سيعودوا خلال عام, وشهدنا بأن هناك قلقا متصاعدا لدى السوريين كان آنذاك من فوز المعارضة. وهذا كان حينما أعلن كليجدار أوغلو بأن حقيبة الداخلية أو سرب بأن حقيبة الداخلية ستكون من نصيب أوميت, وهذا ينعكس ليس فقط على اللاجئين السوريين, ينعكس على كل المتواجدين العرب أو الأجانب في تركيا. مسألة الإقامة المؤقتة وبطاقات وتصاريح الإقامة المؤقتة والحماية المؤقتة وحتى الإقامة السياحية وحتى المستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب يتعرضوا لهذه النزعة العنصرية. وشهدنا بأن الأكبارتي وتحالفه يعني جارى يعني تكتيكيا هذه الحملة كي لا يفقد أصوات كثير من مؤيدي الأتراك. هل سيعمل أردوغان اليوم على لم هذا الشعب التركي مرة أخرى؟ أعتقد بأنه حينما ألقى خطابه يوم أمس بأنقرة تحدث بأنه النتائج هي فوز ل 85 مليون تركي, وتحدث بأنه قبل ذلك صرح بأنه هذه الانتخابات سيفوز بها الجميع, سيحققوا فوزا يستفيد منه الجميع ولن يكون هناك أحدا خاسرا. وشهدنا بأنه أردوغان حتى آخر لحظة كان متوازنا في تصريحاته بخصوص اللاجئين, وشهدنا بأنه هذا لاقى ترحيبا حتى من بعض أحزاب المعارضة. كليجدار الآن تصرح تهنئ الرئيس أردوغان وتقول أنه المعركة الانتخابية انطوت ونحترم صناديق الانتخاب. وكذلك شهدنا بأنه ضمن أحزاب المعارضة هناك من يعارض التصعيد ضد اللاجئين بهذا الشكل, ويعني في أكثر من مرة قال بأنه القانون الدولي هو من يحكم العلاقة مع اللاجئين. وأيضا هناك تحديات كبرى تستدعي لملمة الشمل في تركيا سواء كان داخليا أو
إقليميا أو دوليا. يعني تركيا الآن على مقبلة على مرحلة جديدة، تنتهي اتفاقية لوزان وتدخل في قرن جديد، وبالتالي هذا يحتاج إلى تصالح داخلي، ويحتاج أيضا إلى تصالح مع الإقليم ودول المنطقة، ويحتاج إلى حل كل المشكلات بشكل عادل ومتوافق عليه ومرضي. ولسيما نستذكر التجربة التونسية عندما تحدث مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد عن الأفارقة المتواجدين في تونس هناك، أنذاك قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشاكل كثيرة ترتبت عنها حتى المشاكل الاقتصادية، صندوق النقد الدولي أوقف يعني المفاوضات مع تونس، البنك الدولي أيضا، وغيرها من الدول الأوروبية أيضا. فبالتالي هذا الموضوع حساس جدا بالنسبة للدول، مشكلة اللاجئين. صحيح، لأنه مشكلة اللاجئين وأزمتهم تتعدى الحدود، لن تبقى محصورة بمنطقة واحدة، وتركيا غالبا هي دولة عبور مثل اليونان، ليست دولة استقرار، ليست مقصد بالنسبة لمعظم اللاجئين. وهناك اتفاقيات يعني ليست مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بالنسبة لتركيا، مع الاتحاد الأوروبي الذي يعني يقدم منح لتركيا من أجل المزيد من دعم استقرار السوريين فيها، وأيضا تأمين الخدمات اللازمة إليهم فيها كي لا يكملوا رحلتهم إلى أوروبا. ولكن وبالنتيجة حل مشكلة اللاجئين أو أزمة اللاجئين يستدعي العودة إلى جذورها، يعني البحث في أسباب هذه المشكلة وليس معالجة أعراضها بشكل تلطيفي. مسألة الانتقال السياسي، إزالة الأسباب التي دعتهم لمغادرة بلدانهم، الخطر على حياتهم، اعتقالهم وملاحقتهم وتعذيبهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، هذا هو من أوصلهم إلى هذه النقطة. وبالتالي على المجتمع الدولي، وتركيا أعتقد بأنها ستلعب دورا في ذلك، مع أيضا مجموعة من دول المنطقة، الدول العربية أيضا ذهبت باتجاه التفاوض لأجل عودة طوعية وآمنة وصحيحة للاجئين. وإن كنا نشك بأنه قبل تحقيق الانتقال السياسي وفق 22-54 نشك بأن هذه العودة ستتحقق. عموما سنرى في الأيام في القادم من الأيام. ذكرت قبل قليل حضرتك اليونان، هذا البلد الذي لديه مشاكل مع تركيا فيما يخص بحر إيجا والجزر الموجودة في بحر إيجا. قبل قليل رئيس الوزراء المنتهي ولايته في اليونان تحدث وطلب تركيا بالتعاون مع اليونان وحل الأزمة بينهما عن طريق القانون الدولي وقانون البحار. ماذا ستفعل تركيا في هذا الباب؟ أعتقد بأن هناك فرصة لمفاوضات سلمية ما بين الطرفين، ربما تركيا تعود إلى صفر مشكلات المنطلقات النظرية في التي كانت تمشي عليها بداية القرن الحالي باتجاه الانفتاح على دول المنطقة ودول الجوار وحل المشاكل بشكل ودي، وبالتالي يعني التوسع اقتصاديا، التوسع ثقافيا من خلال التفاهم مع الحكومات ومع الشعوب الموجودة في المنطقة. وجيد أن يبادر رئيس وزراء اليونان بطلب التفاوض بشكل سلمي، وأعتقد بأن تركيا منفتحة على ذلك، لأنه شهدنا بفترات سابقة كانت يعني تضغط باتجاه يعني قد يكون تصعيد عسكري أو مناورات عسكرية أو غيره من أجل أن تصل إلى طاولة المفاوضات. وشهدنا بأنه يعني التصريحات الآن التي سمعناها بأن تركيا تحتاج إلى انفتاح على المنطقة من أجل أن تدخل إلى القرن الجديد وتصل إلى مبتغاها بأن العالم أكبر من 5. وأيضا نرى بأنه يعني هذا الموضوع ليس مرتبط فقط باليونان، مرتبط أيضا بالاتحاد الأوروبي، بالغرب عموما. وبالتالي تركيا توازن ما بين مصالحها التي يجب أن تتحقق بشكل قطعي من دون أن تتنازل عنها، وأيضا من أجل أن تكون هذه المصالح محققة بشكل ودي وسلمي ومن دون أي تصعيد مع دول المنطقة. ولكن تركيا اليوم لديها ربما مكانة كبيرة في العالم، اسمها موجود ضمن الخريطة الجيوسياسية للدول الكبيرة في العالم، فبالتالي باعتقادك هل سيقدم أردوغان أي تنازلات للغرب؟ أعتقد بأن أردوغان يلعب بمهارة، يعني يقوم ب التحرك ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، يحافظ على حلف الناتو الذي هو عضو مؤسس فيه، ويحافظ أيضا على المكتسبات التي حققها من خلال التفاهم مع روسيا وبوتين بشكل متوازن. يعني لا يريد أن يكون هو وتركيا تابعا لأي طرف ما، بقدر ما يعني يسعى لأن تكون تركيا لاعبا نديا
ما بين كل هذه الأطراف، وباتجاه آخر يعني أيضا يعني يؤكد أردوغان بأنه يضغط على حلف الناتو والغرب من أجل أن تفي بالتزاماتها تجاه تركيا. شهدنا بأن هناك خلال الفترة الماضية كان تأخيرا أو شبه رفضا لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وشهدنا بأن حلف الناتو لم يزود تركيا بمنظومة باتريوت للصواريخ، وبالتالي هذا دعاه لتعزيز قدراته الدفاعية بالتفاهم مع روسيا، وأيضا وبصناعة عسكرية أيضا وبصناعة عسكرية متطورة. وأعتقد بأنه هذا يعني التحرك الغاية منه إعادة الغرب من أجل أن يفي بوعوده واتفاقياته مع تركيا، ومن أجل أيضا أن يحل المشكلات المعلقة في المنطقة وعلى رأسها سوريا. في سوريا هناك حدود طويلة مع تركيا، وتركيا تريد أن تؤمن منها القومي وحدودها لكي لا تتسلل مجموعات حزب العمال الكردستاني إليها، المدعومة من أمريكا أيضا باتجاه آخر في هذه المنطقة. وأعتقد بأنه بعد هذا النجاح ستتخلى أمريكا تدريجيا عن هذه المنظومة وتعود إلى تحالفها الحقيقي، لأنه مصالحها مع دولة يعني كبرى في المنطقة إذا ما خسرتها أمريكا وحلف الناتو والغرب فبالتأكيد ستذهب باتجاه الصين، تذهب باتجاه روسيا، وهذا تذهب باتجاه إيران، وهذا ليس مصلحة أحد. هذا تطرقت له أصلا الصحف الدولية اليوم، نيوزويك تحدثت اليوم على أن الغرب لا يريد الضغط على تركيا لكي لا ترتمي في أحضان روسيا والصين، وهذا سيشكل يعني ربما نقطة سلبية جدا بالنسبة للغرب. فبالتالي كيف يمكن للغرب الحفاظ على هذه الموازنة، التعامل مع تركيا على أنها عضو في الناتو والتعامل مع تركيا التي يخافون من أن ترتمي في حضن روسيا والصين؟ على الغرب أن يتخلى عن إيديولوجيته حينما يتحدث بلغة المصالح، وعلى الغرب أن يتناسى يعني تلك الإسلاموفوبيا التي حملها بأنه يستعدي المنطقة ويريد لها أن تنهض، لأن هناك تيارات إسلامية. تركيا بدستورها ما تزال علمانية، وتجربتها الديمقراطية أثبتت وأكدت بأن تداول السلطة هو قاعدة راسخة لديها، وبأن الشعب قادر في تركيا على أن يحمي المكتسبات الديمقراطية ويمشي بها يعني بشكل مستمر، وهناك حالة من التداول. شهدنا بأن الانتخابات في الجولة الأولى يعني أعيدت، وبالتالي لا يوجد هناك ديكتاتورية استبدت بالسلطة، لا يوجد هناك حكم مستبد فرض وقائع بقوة عسكرية ليستمر أو بالتزوير الصناديق الاقتراع، وبالتالي هي تجاري قيم الغرب بهذا الإطار الديمقراطي التي تحلم بها شعوب المنطقة جميعها، هي تتحقق في تركيا، وبالتالي هذا يعطي الأمل في سوريا وفي دول متعددة للربيع العربي بأن يعني هناك نتاج يمكن أن يتحقق لدينا، الحرية واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة، وأن تكون هذه الأوطان هي لشعوبها ليست لحكام مستبدين بالدم بالحديد بالاعتقال يسيطرون عليها. وبالتالي الغرب يتماشى في قيمه مع هذه النتائج وهذه المخرجات، وأعتقد بأن هناك مراجعات ستجري. وعموما الغرب وأمريكا تتكيف مع النتائج مع الوقائع، يعني هي انتظرت كثيرا، لكن بعدما أعلنت النتيجة بفوز الرئيس أردوغان أعتقد بأنها ستضع سياسات مختلفة لدعمه، وستكف ستطوي الصفحة السابقة وتبدأ تتكيف مع الوقائع من أجل أن تحقق مصالحها التي يعني بالنتيجة هي مصالح شعوبها. الغرب ربما يعول على تركيا من أجل أن تلعب دور الوسيط بين أوكرانيا وبين روسيا، وهي بطبيعة الحال حاولت أن تخفف من الأزمة العالمية هذه السنة، وساعدت فيما يخص توجيه الحبوب إلى العالم التي اتجهت من تركيا، وكانت تركيا وروسيا وأيضا أوكرانيا والأمم المتحدة لعب سويا هذا الدور من أجل ربما تفادي هذه الأزمة، أزمة الغذاء في العالم. هل يمكن لنفس الدور الذي تلعبه تركيا ما بين أوكرانيا وروسيا أن تلعبه روسيا ما بين تركيا وسوريا، ونشهد مصالحة كاملة هذه السنة مثلا؟ يعني أعتقد بأنه أردوغان خلال الفترة الماضية حاول أن يقدم ورقة أو أوراقا لبوتين، ومنها
أنه قبل بالتقارب مع الأسد والتفاوض معه. نعم. وشهدنا بأكثر من تصريح عن وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الدفاع والرئيس التركي بأنهم يسعون لحل المشكلة من خلال التفاوض مع الأسد، لكن دار الأسد يعني ظهروا لكل هذه التصريحات وصعد بجامعة الدول العربية استعلاء على تركيا وفكرها وتاريخها وقيمها، وأيضا يعني صرح وزير خارجيته بتصريحات مماثلة، وش يعني أعتقد بأنه يعني أردوغان والمسؤولين الأتراك يعني تحلوا بصبر طويل كي يمرقوا المعركة الانتخابية، وبالتالي أنا أوان الرد الآن. لن تتعامل تركيا مع الأسد مثل ما كانت تصرح سابقا، لأنه لم ينتهز الفرصة آنذاك، رفض لقاء الرئيس أردوغان ورفض، وربما لم يرفض من أجل سبب معين، قال ربما سننظر في هذا الموضوع بعد الانتخابات، لكن هو كان يدعم المعارضة ويصرح أنه يذهب باتجاه المعارضة، وصرح بأكثر مرة بشتيمة أو بالإساءة للدولة التركية. وشهدنا أنه آخر اجتماع بجامعة الدول العربية تحدث عن الفكر، وصف يعني السياسة التركية بالفكر العثماني، وهذا يعني كثير من الأتراك يتبنوا هذا التاريخ، يعتقدوا بأنه جزء من هويتهم على اختلاف مشاربهم يعني، وهذا لا يتعارض مع كون تركيا هي دولة علمانية وتقر وتؤكد وتتابع بهذا الإطار، لكن يعتقدوا بأنه هذا جزء من إرثهم الثقافي والتاريخي، وبالتالي هو يضغط على مشاعرهم بهذه التصريحات، وهذا يعيدهم لمراجعة يعني كل الخطط السابقة، وبالتالي أعتقد أن الأمور ربما تمشي لكن بشكل متوازن. لن تتخلى تركيا عن المعارضة السورية، لأنها يعني بالتأكيد تخطط لتحقق مصالحها من خلالها، وأيضا لن يحقق الأسد أمن تركيا من خلال ضرب حزب العمال الكردستاني، لأنه هو مع إيران حليف استراتيجي لهذه المجموعات. أستاذ ياسر الفرحان، أستاذ في أو باحث في القانون الدولي، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لحضورك معنا.